السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، أتمنى من الله أن يجزاكم هذا الفيديو من جديد في صحة وهناء إن شاء الله. في الفيديوهات السابقة تحدثنا عن طريقة زيادة ليدز وطريقة إنشاء صفحة هبوط بسيطة واحترافية في نفس الوقت، والآن سنتحدث إن شاء الله في هذا الفيديو عن كيفية الوصول إلى الشركات أو المواقع التي فيها عروض CPA تدفع بشكل كبير أحسن من CPA Build و CPA Lead وكل هذه الأمور. لذلك إن شاء الله قبل أن نشرع في هذا الفيديو أدعوك للاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس كي تتوصل بكل جديدنا، وإن كان لديك أي تساؤل فمرحبا بك في حسابي على إنستغرام، أترك لي أي رسالة وإن شاء الله سأتواصل معك بإذن الله. إذن إخواني، كما العادة ستجدون رابط التسجيل في الموقع أسفل هذا الفيديو في خانة الوصف، تسجل في الحساب ودعونا نتابع الشرح. الموقع إخواني اسمه معروف عند أغلب المسوقين أوفر فولد. هذا الموقع ليس مثل CPA Build أو CPA Lead، يوفر لك عروض وتوقع مباشرة بالتسويق، لكن في المقابل هو عملاقه من صحة التعبير، هو شركة معروفة توفر تجمع لك جميع المواقع التي توفر لك العروض، يجمع لك جميع العروض في مكان واحد. هو ماذا ستستفيد من هذا الموقع؟ فهو يختصر عليك الطريق في رحلة البحث عن أفضل المواقع التي توجد بها عروض تدفع جيدا. فهذا الموقع بالذات يجمع جميع هذه المواقع عفوا. أنت ما عليك إلا البحث عن التي تدفع جيدا وتقوم بالتسجيل فيها، وإن شاء الله بعد القبول تقوم أوفر فولد. هو ليس الذي يدفع لك فقط، هو يوفر لك المواقع التي ستدفع لك، تقوم فقط بالتسجيل في أوفر فولد من أجل الوصول إلى Affiliate Networks التي تدفع جيدا. دون أن نطيل في الفيديو، شرح مبسط إن أردت أن تعرف المزيد، هناك عدة شرحات في اليوتيوب. فقط أريد أن أوصل لك الفكرة، خصوصا أني كنت مبتدئ في هذا المجال. لذلك دعونا إن شاء الله نقوم بشرح الموقع بتفاصيله. فمباشرة بعد أن تقوم بالتسجيل في الموقع وتقوم بتفعيل الإيميل الخاص بك، تأتي إلى هذه الواجهة الرئيسية للموقع. هنا في الأعلى لدينا خانة البحث، تقوم بوضع مثلا كيتو، ويت لوس، جيفت كاردز، أي شيء تريده، أي أوفر تريده بالذات. ثم تأتي إلى هذه الخانة، الخانة التي هي التي تهمنا، تختار أي نمط من أنماط العروض التي تريدها. تختار مثلا إيميل، إيميل سبميت، داونلودز، ديت أند ويت لوس، CPC، كريبتو، ديتين، كل هذه الأمور موجودة في هذا الموقع. إنشورنس، إنترناشونال، ليد جين، تختار نوع العرض الذي تريده، وهنا تختار الدولة التي تريد بالذات أن تستهدفها. هنا تختار مثلا يونايتد ستيتس أو يونايتد كينجدوم، الإمارات، كل هذه الدول موجودة. فبعد هذا الفلتر الذي تقوم به، ستنبثق لك جميع العروض التي هي ليد، تدفع مقابل ليد. وفي حالة أخذت في حال جلبت زيارات من أمريكا، الدولة التي اخترتها، فسيدفع لك الموقع العمولة التي ستجدونها في الأمثلة التالية. فمثلا أنصحكم بالابتعاد عن هذه النتائج الأولى، لأنها تكون سبونسوريزد أو مجرد إعلانات، وإن كانت صح فهي تكون معقدة على الصور التي تأتيك تحويلات جيدة. لذلك اذهب مباشرة إلى الصفحة الثانية أو الثالثة، هنا في الأسفل، الثانية والثالثة أو الرابعة، وستجد أنماط هذه العروض التي سأقوم بإظهارها الآن. فمثلا نجد على سبيل المثال عرض لماكس بونتي. ماكس بونتي شركة إعلانية خاصة بالCPA، CPA عفوا. هذا العرض موجود عند هذا العرض موجود عند ماكس بوندي، فهو كيتو خاص بالويت لوس وخسارة الوزن. يمكنك استهداف دولتين، يونايتد ستيتس وكندا، فكما تلاحظون هنا في الأسفل، اوفر ديتيلز، كاتيجوري ديت، ويت لوس،
ليدز، يعني لكل ليد تقوم بالحصول عليها الموقع سيدفع لك $15 في حالة كانت الزائر من كندا أو يونايتد ستيت، يعني بشكل مبسط. الآن ننتقل إلى المثال الثاني، عرض آخر جيد، عرض يعني خاص بالجيفت كارد يعني موقع خاص بالهيلث اند بيوتي، جيفت كارد لكي تقوم بالتسويق في الهيلث اند بيوتي فود ليترلي اند كونتيست ويب سايت. فهنا في الموقع هذا الموقع يعني سيعطيك 20.05 على كل ليد تقوم بجلبها من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تملأ يعني مثل هذا النموذج. هنا يمكنك أن تقوم ببريفيو، أن تضغط هنا وسيأتيك يعني بريفيو هذه الصورة اللي تشتغل، يعني تضغط فقط على الصورة وسيعطيك بريفيو أو إظهار لنموذج. فهنا كما يظهر يدخل الزائر الإيميل أو الاسم الخاص به ثم الإيميل ثم الاسم الأخير ثم الفون سيدي أدريس ثم البوستل كود، يعني هذه الأمور التي يجب عليه أن يدخلها لكي يتحسب لك ليد. فمثلا تريد أن تنضم لهذا أو تقوم تريد أن تنضم لموقع الذي يوجد في هذا العرض، تضغط فقط جون نتورك هنا سيحولك يعني إلى الموقع الذي يوجد في هذا العرض اسمه ماي ليد. تقوم ريجستر ثم تقوم بالإجابة عن بعض الأسئلة التي سيسألونك ثم تدخل معلوماتك وسيتواصل معك في الإيميل. في حالة تم قبولك يعني سيتوفر لك هذا العرض لكي تقوم بترويجه. نعطي مثال آخر، مثال آخر هنا لدينا عرض يقوم بدفع لك 25.60 سنت، يعني $25.60 لكل ليد تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يعني لهذا يعني فري تريل، يعني حيث يجب عليه أن يقوم بفري تريل، يعني أن يدخل لموقع ثم يتسجل فيه، يعني هذا الموقع يكون خاص بالهيلث أند بيوتي. فمثلا تريد أن عجبك هذا العرض وتريد أن تسوقه، فقط تقوم مثلا تقوم فقط بالضغط على جوين نتورك مثل المثال السابق وتقوم بالتسجيل في موقع غاس موبي. أما المثال الثالث لدينا Instant Keto Crush US، هنا سيدفع لك الموقع 28.07 دولار لكل ليد تقوم بالحصول عليها من الولايات المتحدة. عندك هنا شرط ديسكتوب، يعني عليك أن تجلب الزوار يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وتأتيك هذه الزيارات من الديسكتوب يعني جهاز الحاسوب. يعني في حالة تقوم بالترويج قم باختيار الحملة لكي تكون ديسكتوب وليس الهاتف، يعني هذا هو الشرط الخاص بهم. هنا يمكنك قراءة كل الأمور التي تخص هذا العرض، وفي حالة تريد أن تقوم بترويج لهذا العرض نفس الأمثلة السابقة اضغط جوين نتورك ثم تسجل في الموقع الذي يوجد فيه هذا العرض وسيتوفر لك من أجل ترويجه. يعني هذه هي الأمثلة التي أردت أن أشارك معكم من أجل أن توصلكم الفكرة. بشكل عام كما رأيتم في الأمثلة السابقة أوفرفولت موقع يساعدك على الحصول على المواقع التي تعطيك عروض جيدة، تدفع بشكل كبير $15 $20 $35 لليد واحدة، يعني لتحويلة واحدة، فهذا أحسن من سيبوي بولد وسيبوي ليد. فقط يعني لديك كل ما تحتاج إليه لكي تجد الأوفرز العروض المثالية من أجل ترويجها إن شاء الله. لذلك أتمنى من الله أن يكون هذا الفيديو عند حسن ظنكم، إن شاء الله ألقاكم في فيديو قادم بإذن الله، وشكرا للجميع.